أهلا بكم أعزائنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية مع حلقة المراجعة النهائية للفصل الدراسي الأول في بلدة العلوم وإن شاء الله نوفق في أن نجمع بعض الأسئلة المهمة التي يمكن أن تساعدكم غدا في الامتحان بإذن الله. السؤال الأول: أكمل ما يأتي؟ أكمل؟ تُعرف نقط بأنها المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، طبعًا المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن هي السرعة، يبقى تعرف السرعة بأنها المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، من وحدات قياس السرعة نقط ونقط، طبعًا وحدات قياس السرعة اللي هي وحدات المسافة والزمن. يبقى وحدة قياس السرعة إمّا إنها متر كل ثانية، أو تبقى كيلومتر كل ساعة، أكمل؟ ناتج قسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك، والزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة، بيساوي إيه؟ طبعًا لما أقسم المسافة الكلية على الزمن الكلي، ده على طول بيدينا حاجة اسمها السرعة المتوسطة. المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك بتتحدد من العلاقة ف بتساوي نقط في نقط المسافة اللي هي ف طبعا احنا عارفين القانون بتاعها المسافة بتساوي حاصل ضرب السرعة اللي هي عين في الزمن اللي هو زين يبقى اذا ف بتساوي عين في زين وده القانون اللي انا بحل منه وسائل السرعة او المسافة او الزمن اكمل المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت وهي كميه متجهه بتسمى نقط المسافه المباشره او المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت بتسمى بالازاحه اكمل حاصل ضرب سرعه الجسم المتحرك والزمن بيساوي بيساوي ايه يعني لما اضرب السرعه في الزمن بيدينا ايه طبعا لسه قايلين ان حاصل ضرب السرعه في الزمن بيدينا المسافه عند اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث بيتكون نقط اندماج المشيج المذكر والمشيج المؤنث ده بيتكون على طول الزيجوت اكمل تحتوي نقط الخلية على المادة الوراثية والتي تتكون من عدد من الكروموسومات يعني المادة الوراثية تتكون من عدد من ايه يبقى تحتوي نواة الخلية على المادة الوراثية وهذه المادة بتتكون من عدد من الكروموسومات بيحدث الانقسام الميوزي او الاختزالي طبعا اسمه الميوزي او الاختزالي في متق النبات الزهري لتكوين نقط طبعا المتق اللي هو بيكون الامشاج المذكرة اللي هي حبوب اللقاح الكروموسوم بيتركب من خيطين متصلين معا عند السنترومير بيعرف كل منهما بايه اللي هي نقطه اتصال الكروموسومين مع بعض اللي هي السنترومير لكن اللي هما مربوطين ببعض الاتنين عشان يكونوا كروموسوم كل منهما يعرف بالكروماتيد مقدار الازاحه في وحده الزمن وهي كميه متجهه بتسمى نقط طبعا هنا ازاحه وزمن لما يبقى عندي ازاحه وزمن يبقى على طول بيطلب هنا السرعه المتجهه. العدسه المحدبه تعمل على نقط الاشعه الضوئيه بينما المرآه المحدبه بتعمل على نقط الاشعه الضوئيه. العدسه المحدبه بنسميها عدسه لامه ليه؟ لانها بتعمل على تجميع الاشعه الضوئيه بينما المرآه المحدبه بنسميها مرآه مفرقه ليه؟ لأنها بتعمل على تفريق الأشعة الضوئية. المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبها بيسمى، طبعًا هنا خط مار بالمركز والقطب يبقى على طول بسميه المحور الأصلي، طبعًا هنا ده المحور الأصلي بتاع المرآة. قطب المرآة هو النقطة نقط اللي موجودة على نقط. قطب المرآة هو النقطة الوهمية اللي موجودة فين هذه النقطة على السطح العاكس بتاع المرآة يبقى النقطة الوهمية على سطح المرآة الكمية التي يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط هنا عايز اعرف المقدار ممكن يقولي مقدارها فقط او ممكن يقولي مقدارها ووحدة قياسها هذه الكمية بتسمى طبعا كمية قياسية. اما الكميه التي يلزم لتحديدها تحديدا تاما معرفه مقدارها واتجاهها هنا بقى لازم اعرف الاتجاه كمان هذه الكميه بتسمى بالكميات المتجهه تعال نشوف سؤال اخر واذكر المفهوم العلمي الدال على العبارات الاتيه اللي هو المصطلح العلمي سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب طبعا سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب دي اللي احنا بنسميها السرعة النسبية التغير في السرعة بالنسبة للتغير في الزمن هنا وأخلي بالي دايما علشان بيحصل اختلاف في هذا السؤال بعض الناس لما يلاقي التغير في السرعة فيقول لي يبقى هو ده السرعة لا طبعا تغير في السرعة بالنسبة للتغير في الزمن يبقى هو العجلة بيقطع الجسم المتحرك مسافات متساويه في الازمنه المتساويه مسافات متساويه في ازمنه متساويه يبقى على طول هذا الجسم بيتحرك طبعا بسرعه ايه سرعه غير منتظمه يقطع الجسم المتحرك مسافات متساويه في الازمنه المختلفه يبقى اسمها السرعه الغير منتظمه كميه فيزيائيه يلزم لتعريفها مقدارها فقط يعني بعرف مقدارها فقط الكميه اللي بعرف المقدار بتاعها بس قلنا عليها الكميه الايه القياسيه المسافه التي يقطعها الجسم المتحرك في الثانيه الواحده لما يبقى عندي مسافه وزمن يبقى على طول هنا طالب السرعه طب جسم متحرك بيقطع مسافات متساويه في فترات زمنيه متساويه قلنا لو كانت في فترات زمنيه مختلفه يبقى سرعه غير منتظمه اما اذا كانت فترات زمنيه متساويه فهي طبعا بتسمى بالسرعه المنتظمه. الزاويه المحصوره بين الشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس عند نقطه السقوط هذه الزاويه بتسمى زاويه الانعكاس. ارتداد موجات الضوء. الى نفس جهة سقوطها نتيجة تقابلها بسطح عاكس طبعا هنا الضوء كان ماشي ثم اصطدم بسطح عاكس هذا الضوء بنقول حصل له ايه انعكاس يبقى بنسميها انعكاس الضوء اكتبوا المصطلح العلمي مرايا سطحها العاكس جزءا من سطح كرة مجوفة سطحها العاكس جزء من سطح كرة يبقى على طول بنسميها مرايا كرية المسافه بين مركز تكور المرآه واي نقطه على سطحها هنا محدد لي مسافه معينه وقال لي بين المركز وين القطب يبقى على طول بنسميها نصف قطر التكور لهذه المرآه نقطه وهميه تتوسط السطح العاكس للمراه الكرية النقطه التي تتوسط السطح العاكس طبعا بنسميها قلنا ايه اسمها قطب المرآه حاصل ضرب السرعة في الزمن، السرعة في الزمن على طول بيدينا المسافة اللي هي المسافة التي قطعها الجسم في هذا الزمن، طب خارج قسمة المسافة على السرعة، لما اقسم المسافة على السرعة هنا مسافة وسرعة يبقى مين التالت بتاعهم؟ يبقى على طول الزمن، مرحلة تحدث فيها بعض العمليات الحيوية المهمة. والتي تهيئ الخليه للانقسام وفيها بتتم مضاعفه الماده الوراثيه هذه المرحله اللي بيتم فيها مضاعفه الماده الوراثيه وتجهيز الخليه بتسمى بالطور الطور البيني عمليه بتساهم في تبادل الجينات بين كروماتيدات الكروموسومين وتوزيعهما في الامشاج طبعا هذه الظاهره بتسمى بظاهره العبور طب انقسام خلوي بيحدث في الخلايا الجسدية وينتج عنه نمو الكائن الحي هذا الانقسام هو الانقسام الميتوزي بينتج عن اندماج المشيج المذكر وآخر مؤنث وبيحتوي على العدد الثنائي العدد الكامل للكروموسومات اللي هو 2 للكائن الحي طبعا هذا الناتج او هذه الخليه الناتجه بتسمى به الزيجوت او اللقح أحد أنواع التكاثر اللاجنسي بيحدث في الكائنات الحية وحيدة الخلية، وفيه تنقسم النواة ميتوزيًا ثم تنشطر الخلية التي تمثل جسم الكائن الحي وحيد الخلية إلى خليتين، هذا الانقسام بيسمى بالانشطار بي الثنائي. تعالوا نشوف سؤال آخر وهو خاص بالمرايا والعدسات ووضح مسارات الأشعة وخواص الصورة المتكونة في الحالات الآتية. إذا كان الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري عند مرآة مقعرة. طب في هذه الحالة بيحصل إيه؟ أدي المرآة المقعرة. طبعا كلنا عارفين نرسم إزاي المرآة. وبعدين بعد ما بيرسم المراية باجي أروح راسم المحور الأصلي وأحدد عليه نقطتين اللي هما المركز والبؤرة ثم على المرآة طبعا بكون محدد قطب المرآة. الجسم فين؟ قال الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري يعني الجسم هنا بعد مركز التكور. هيخرج من الجسم شعاع بيوازي المحور الأصلي، هذا الشعاع هينعكس مارًا بالبؤرة الأصلية، ثم شعاع آخر مر بالبؤرة الأصلية، هذا الشعاع ينعكس موازيًا للمحور الأصلي، يتقابل الشعاعين المنعكسين في نقطة، مكان ما تقابل الشعاعين يبقى هو ده مكان الصورة بتاعة هذا الجسم، إذا الصورة في هذه الحالة بقول عليها صورة حقيقية مقلوبة ومصغرة وتقع بين البؤرة وبين مركز التكوّر. يبقى صورة حقيقية مقلوبة مصغرة، وتقع على بعد أكبر من البعد البؤري وأصغر من ضعف البعد البؤري، يعني بين البؤرة وبين مركز التكور طب إذا كان الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري لعدسة محدبة، يعني الجسم فين؟ في مركز التكون. آدي العدسة المحدبة المحور الأصلي، العدسة ليها بؤرتين وليها مركزين. ليه؟ لأن لها سطحان كوريان. الجسم فين أهو؟ على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري يعني عند مركز تكور. هيخرج من الجسم شعاع بيوازي المحور الأصلي ينكسر مارا بالبؤرة الأصلية. ثم شعاع آخر مار به المركز البصري بينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. تقاطع الشعاعين النافذين من العدسة يبقى مكان ما تقاطعه هنا مكان الصورة بتاعت هذا الجسم فالصورة أيضا بتطلع عند مركز التكوّر. صفات الصورة دي إيه؟ طبعا صورة حقيقية لأن الأشعة نفسها هي اللي تقابلت. ثم الحقيقية دائما مقلوبة وإذا كان الجسم عند المركز فالصورة بتطلع مساوية لهذا الجسم. يبقى صورة حقيقية مقلوبة مساوية وتقع على بعد بيساوي ضعف البعد البوري يعني في مركز التكوّر. اما الصورة المتكونة بالمرآة المحدبة او المفرقة ودي بتحفظ طبعا زي ما هي كده تبقى دايما صورة تقديرية ومعتدلة ومصغرة وبتقع فين خلف السطح العاكس لان في اي كل الاحوال بتبقى الصورة هي لها نفس الصفات مفيش مسافة معينة بين الجسم وبين المرآة طب اذا كان الجسم على بعد بيساوي ضعف البعد الجوهري للمرآة المقعرة يعني اذا كان الجسم في مركز التكور بتاع المرآة بقى طبعا في المرآة برضو يدينا نفس الخواص بس نشوف رسمتها ازاي ادي المرآة ثم ادي البؤرة والمركز وادي المحور الاصلي ثم الجسم اهو عند مركز التكور بالظبط هيطلع شعاع بيوازي المحور الاصلي ينعكس يعني مرا مرة بالبؤرة ثم شعاع مرة بالبؤرة ينعكس يعني موازيا للمحور الاصلي مكان ما تقابله هذه الصورة اهي يبقى الصورة هنا لها نفس الصفات تقريبا بتاعة الجسم فبقول عليها صورة حقيقية ومقلوبة ومساوية للجسم وبتقع فين برضو تقع عند نفس النقطة يعني عند مركز التكون طب عند سقوط شعاع ضوء مارا بالمركز البصري للعدسة بيحصل له ايه؟ هذا الشعاع بينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار طب لو عدسة مقعرة تعالوا نشوف هنا الصورة اللي فيها صفاتها ايه، يقول لي ما هي صفات الصورة المتكونة فيها العدسة المقعرة؟ العدسة المقعرة ادي شعاع موازي للمحور الأصلي وشعاع مر بالمركز البصري، الشعاع الموازي للمحور الأصلي بينكسر متفرقًا يعني بيطلع لفوق والتاني طبعًا اللي مر بالمركز البصري ده بينفذ على استقامته، لكن الشعاع الموازي للمحور الأصلي اللي هو انكسر لفوق ده امتداد الشعاع المنكسر بيعدي على البؤرة يبقى في الحالة دي الصورة تتكون فين؟ ادي الصورة هنا في العدسة المقعرة طب صفات الصورة ايه؟ طالما انا قلت طبعا هنا امتداد يبقى على طول صورة تقديرية والتقديرية دايما معتدلة وفي هذه الحالة بتبقى الصورة مصغرة ده الكلام ده امتى؟ اذا كان الجسم على بعد معين من العدسة المقعرة طب تعالوا نشوف حالة تانية إذا كان الجسم على بعد أقل من البعد البؤري لمرآة مقعرة، صفات الصورة تبقى برضو إيه؟ الجسم أهو على بعد أقل من البعد البؤري للمرآة شعاع موازي للمحور الأصلي، هذا الشعاع بينعكس مارًا بالبؤرة الأصلية، ثم شعاع آخر بيمر بمركز التكور اللي مار بمركز التكور ده بينعكس على نفسه. طب هنلاحظ هنا إن الشعاعين تقبلوش لكن لو انا عملت امتداد للاشعه المنعكسه دي هلاقي امتدادات هتتقابل في نقطه مكان ما اتقابلت يبقى الصوره في هذا المكان يبقى الصوره ايه زي ما احنا شايفين طبعا قلت امتدادات يبقى صوره تقديريه والتقديريه دايما معتدله وهنا واضح طبعا انها مكبره يبقى اذا كان الجسم على بعد اقل من البعد البؤري للمراه المقعره بيتكون صوره تقديريه معتدله مكبره طب تعالوا نشوف حاله تانيه في عدسه اذا كان الجسم فيه العدسه على بعد هنا قلنا بيساوي ضعف البعد البوري فهذه الحاله طبعا قلنا بيتكون صوره حقيقيه مقلوبه ومساويه للجسم لان الجسم عند المركز فالصوره برضو بتبقى نفس المكان عند المركز او على نفس المسافه من وجه العدسه طب تعالوا نشوف سؤال اخر برضو خاص بيه العدسات أكمل الرسم الذي أمامك موضحا ما يأتي تعالوا نشوف إيه المطلوب آدي عدسة محدبة وآدي المحور الأصلي وبحدد طبعا النقط الأساسية بتاعتي البؤرة والمركز هنا جسمه أهو على بعد أقل من البعد البؤري وطالع منه شعاعين واحد موازي للمحور الأصلي والتاني مار المركز البصري تعالوا نكمل بقى بقية السؤال بيقول لي إيه؟ عايز يشوف مسار الأشعة الضوئية في الرسمة اللي احنا شفناها نكملها وبعدين يقول لي ما هي صفات الصورة المتكونة وما اسم الجهاز الضوئي الذي بيعتمد على هذه الحالة. نشوف كده الرسمة تانية ايه؟ نشوف مسار الأشعة الضوئية. ادي ايه العدسة والجسم اهو في هذا المكان على بعد أقل من بعد البؤرة. هيخرج طبعا شعاعين وهم زي ما احنا شايفينهم واحد موازي ينكسر مار بالبؤرة. والتاني مارب بالمركز البصري بينفذ على استقامته. الاتنين ما تقابلوش لكن برضو لما اعمل امتدادات للشعاعين اللي هما المنكسرين او النافذين من العدسه دول هيتقابلوا في نقطه مكان ما تقابلوا يبقى الصوره في هذا المكان. يبقى في الحاله دي الصوره تقديريه لانها ناتجه من تلاقي امتدادات الاشعه ومعتدله ومكبره وفي نفس جهه الجسم. صفات الصوره تقديريه معتدله مكبره واسم الجهاز الضوء اللي بيعتمد على هذه الفكرة أو على هذه العدسة هو الميكروسكوب البسيط تعالوا نشوف سؤال جديد وفسر على أسس علمية فسر هنا بمعنى علل فسر بيبدأ الانقسام الخلوي بالطور البيني يعني ليه بيحصل الطور البيني وما أهمية الطور البيني قبل حدوث الانقسام الخلوي سواء الميتوزي أو الميوزي طبعا فيه بتستعد الخليه للانقسام يبقى هو عمليه تهيئه واستعداد للخليه وذلك طبعا بتضاعف الماده الوراثيه. فسر اهميه التكاثر الجنسي في حدوث التغير الوراثي. دايما يقول لي كده التكاثر الجنسي يؤدي الى حدوث التنوع والتغير في الصفات. او يقول لي السؤال بصوره ثانيه ان التكاثر الجنسي مصدر للتنوع بين الافراد او نفس السؤال بطريقه ثالثه وهو اختلاف الصفات الوراثيه بين افراد النوع الواحد في التكاثر الجنسي الثلاثه دول بنفس المعنى لكن الاجابه بتاعتهم بقى ايه طبعا هنا بيحصل حاجتين اتنين بسبب حدوث عمليه العبور اثناء الانقسام الميوزي اللي هو بيحصل في الميوزي الاول في الطور التمهيدي وهذه العمليه بترسم في عمليه تبادل الجينات الحامله للصفات الوراثيه فسر ان التكاثر اللاجنسي بقى او اللا تزوجي بينتج نسلا مطابقا للاباء يعني ليه كل الافراد اللي بتنتج عن التكاثر اللاجنسي مطابقه للفرد الابوي تماما ليه لان اولا بينتج عن طريق الانقسام الميتوزي وينتج عنه خليتين بيحتوي كل منهما على نفس عدد الكروموسومات الموجودة بالخلية الأم. يعني هنا بنقول إن الفرد الناتج بيحصل على نسخة كاملة من الكروموسومات من الفرد الأبو فالسر بيحافظ الانقسام الميوزي على عدد الكروموسومات ثابتة في النوع الواحد. ليه بيحافظ؟ لأن إحنا عارفين طبعًا بينتج عن الانقسام الميوزي أمشاج. هذه الامشاج بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات ولما بيحصل عمليه الاخصاب عند اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث او الامشاج المذكره مع الامشاج المؤنثه بيرجع يكتمل عدد الكروموسومات مره تانية فسر نواتج الانقسام الميوزي بتختلف عن نواتج الانقسام الميتوزي في الانقسام الميوزي بينتج كام خلية؟ أربع خلايا يبقى لأن الانقسام الميوزي بينتج عنه أربع خلايا بيحتوي كل منها على نصف عدد الكروموسومات الموجودة بالخلية الأم ده بالنسبة للانقسام الميوزي أما في الانقسام الميتوزي ينتج عنه خليتين ويحتوي كل منهما على نفس عدد الكروموسومات الموجودة بالخلية الأم يعني الانقسام الميوزي إداني أربع خلايا كل واحدة فيها ان كروموسوم يعني نص عدد الكروموسومات بينما الانقسام الميتوزي اداني خليتين كل واحده فيها 2 ان كروموسوم يعني نفس عدد الكروموسومات بتاعه الخليه الام فسر اهميه حدوث ظاهره العبور اثناء الانقسام الميوزي الاول يعني ايه اهميه ظاهره العبور طبعا احنا قلنا دي احد اسباب التنوع يبقى بتساهم في عمليه تبادل الجينات الحامله للصفات الوراثيه وهو ده اللي بيؤدي لحدوث التنوع في الصفات بين الكائنات الحيه بيحتوي الزيجوت على الماده الوراثيه كامله ليه هنا الزيجوت بيحتوي على الماده الوراثيه كامله لان الزيجوت بيتكون من ايه بينتج من اندماج المشيج المذكر اللي هو بيحمل نصف عدد الكروموسومات مع المشيج المؤنث اللي بيحمل ايضا نصف عدد الكروموسومات وبكده بيكتمل عدد الكروموسومات للنوع في الزيجوت وبيحتوي الزيجوت على الماده كامله فسر بتزداد سرعه الجسم المتحرك كلما قل الزمن يعني كل ما السرعه بتزيد الزمن بيقل طبعا لان العلاقه بين الاثنين علاقه ايه عكسيه يبقى لان العلاقه بين السرعه والزمن علاقة عكسية، عكسية يعني إيه؟ يعني لما حاجة تزيد التانية تقل، أي أن كلما قل الزمن زادت سرعة الجسم المتحرك طبعًا والعكس صحيح، فسر المسافة كمية قياسية بينما الإزاحة كمية متجهة، أي حاجة يقول لي كمية قياسية يبقى أقول له ليه قياسية؟ لأن المسافة كمثال للكميات القياسيه يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفه مقدارها فقط يبقى اي حاجه كميه قياسيه بعرف مقدارها فقط او مقدارها وحدة قياسها فقط بينما الازاحه يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفه مقدارها واتجاهها فسر يمكن اضافه كتله الى كتله بينما لا يمكن اضافه كتله الى زمن يعني ممكن نجمع أي كتلتين مع بعض، لكن ما أقدرش أجمع كتلة مع زمن أو مع أي حاجة تانية غير الكتلة، طبعًا ليه؟ لأن الكتلة والكتلة معنى إن هما كتلتين يبقى لهما نفس وحدة القياس، بينما الكتلة والزمن لهما وحدتي قياس مختلفتين، أهمية عداد السرعة في السيارات والقطارات. يعني ايه فايدة عداد السرعة للقطارات والسيارات طبعا هذا العداد عشان اعرف منه السرعة لمعرفة السرعة التي تسير بها السيارات او القطارات بصورة مباشرة فسر تستخدم المرآة المقعرة لتوليد حرارة شديدة يعني بتستخدم في حاجة بنسميها الطهي الشمسي أو الأفران الصهر ليه طبعا لان المرايه المقعره كلنا عارفين انها بتجمع الاشعه يبقى لانها تعمل على تجميع الاشعه الساقطه عليها وبالتالي بترتفع درجه الحراره. علل الجسم الموضوع عند بؤره عدسه محدبه لا يتكون له صوره. للجسم الجسم اللي عند البؤره في العدسه المحدبه لا يتكون له صوره؟ لان طبعا اذا كان الاشعه عند البؤره الاشعه كلها بتنفذ متوازيه. يبقى هنا لان الاشعه الساقطه تنفذ متوازية وبالتالي طبعا لا تتلاقى وبالتالي لا يتكون صورة لهذا الجسم. فسر يوجد للعدسة اللامة اللامة, اللامة اللي هي المحدبة بؤرتين، أما المرآة اللامة لها بؤرة واحدة. طبعا هنا العدسة بؤرتين ليه؟ لأن العدسة لها سطحان كريين أو يوجد للعدسة اللامة مركزي تكور؟ نفس السؤال برضو بطريقة تانية. اما المرآة اللامة فلها مركز تكور واحد يعني العدسة عامة لها بؤرتين ولها مركزي تكور اما المرآة فلها بؤرة واحدة ومركز تكور واحد ليه بقى؟ لان العدسة اللامة محدودة بسطحين يعني لها سطحين محددين حواليها سطحين كريين بينما المرآة اللامة محدودة بسطح كري واحد يعني لها سطح كري واحد فقط فبالتالي دي لها مركزين ودي لها مركز واحد فسر استخدام العدسة المحدبة في علاج طول النظر، احنا عارفين طبعا يعالج طول النظر باستخدام نظارات عدساتها محدبة، معنى عدسة محدبة؟ طبعا لأنها تعمل على تجميع الأشعة وسقوطها على الشبكية، يستحيل الحصول على صورة حقيقية باستخدام عدسة مقعرة. ليه كل الصور اللي في العدسه المقعره بتبقى دايما تقديريه سواء عدسه مقعره او مرآه محدبه ليه لان الصوره المتكونه سواء في العدسه المقعره او المرآه المحدبه لا يمكن استقبالها على حائل وهي تنتج من تلاقي امتدادات الاشعه طب ليه بنستخدم العدسه المقعره في علاج قصر النظر نقول أن العدسه المحدبه في علاج طول النظر اما المقعره في قصر النظر ليه لانها بتعمل العكس بتفرق يبقى لانها تعمل على تفريق الاشعه وسقوطها على الشبكيه وبهذا اعزائي الطلبه والطالبات اكون قد وصلت معكم الى نهايه حلقه المراجعه مع تمنياتنا وتمنيات اسره البرنامج لكم بالنجاح والتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.